السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده. تستحق اي حاجه غير الفلوس نجم تعمل علينا تلا في الانستغرام. الاولاد اليوم جبنا لكم اجي ميوزك. جبنا لكم ايوه تاو دخلت ريت اجي وجبت لكم جبت لكم اني السيد هذا يا خويا امس ندور في تيك توك نلقاه. السيد هذا مش اول مره يعرضني في تيك توك، يعرضني ذي رابعه مره خمس مره. المره الاولى ياونا انسان يعمل في راب عديت من با دخلت، مره الثانيه كيف المره الثالثه دخلت يحكي امس خويا دخلت بالزهر نلقاه يجلجل جلجيل برجولية. انسان مليان وعنده في روحه ما يقول. كتبت زوز كومنتيرات، واحد والله يسربي في حاجه بنينه، والكومنتير الثاني الاولاد شني عنده شين يوتيوب كتبوا لي جماعه في التعليقات. دخلت نلقاه اخر تراك مهبطو عنده شهر عمل له 2700 فيو. خويا حبيت اني نوصل هكا حاجتين للسيد هذا اللي رابي يمزك، في نفس الوقت نوصلهم لكم ليكم ونسمعوا مع بعضنا شنو الامكانيات المدفونه في تونس. ليتس جو مامين، نمشيو نسمعوا. ليتس جو. متلاش زعما الغلط مين، متلاش الغلط تاني مهما العيلة الغلط، متلاش صحيح خفوا وزدي مني افكار يخرب بيك اللي سمعوني كله مني. هذا هو اللي حكيت عليه بكري. هذا هو هاي صاحبي لانسي خلنا نسمع شو هذا اللي حكيت لك عليه. هذا اللي حكيت لك عليه بك وحايد في بيبي جديدك لقيته تعرضت معه ما شاء الله من فنفس يتكلم فيه. باه نلتخ في المصباح فماش ما تخرج لي ميردة. ايه ما سمعتش الخباز يحب تخرج خبزة باردة. ايه سمعت. نلتخ في المصباح فماش ما تخرج لي ميردة ديما وجوها سباح مفيق حتى وهي كاسدة وكاننا نخلص في تعبي تو في ساعة نولي كرزة مش مع وحتى السباح مفيق حتى كان يكاسد رجع له البار محمد. وحتى السباح مفيق حتى وهي كاسدة وكاننا نخلص في بالرسمي برو قوم اتحرك ما عندكش خدمة بطال قوم تحرك حرك بالرسم درب بدنك راه لازم تعرف شو حاجه شو الفرق ما بين العقليه نتاعك روحك اللي تخمم لك واللي تكنبص لك واللي تحكي انت وياها وما بين الماكينه اللي واهب لك ربي هما الزوز واهبهم لك ربي. لكن الماكينه هذه فما زوز حاجات مختلفين. الماكينه هذه لازمك تدربها حتى لو كان مخك قاعد يحكي لك اللي ما فماش خدمه اللي هي كاس اللي في درا شنو خلي فكرك انك تقوم تحرك. حضر الماكينه هذه لنهارك اللي تلقى خدمه باش تكون حاضر باش تبهروا اللي باش يجربك في الخدمه هاكي قول واو يا برو خلنا نحرك بالرسمي مسني مسني. وكان مسني. انا نخلص مسني بيسمع هذا اسمع البراد يمسك اكثر. وكان انا نخلص في تعبي تو في ساعه نولي كرزه كيما كنجي كنجي التعب على قد كنجي قدر على قد التعب راني رئيس بالضبط. مراده البراد صحيح كرزه مش معناها كي ينجرح وقت اللي فما غرزه منافق فوقت فراغت صبعك توا تحت الزرصه شد بلاصه اركح غادي وتعلم مصنع الفرصه كل اي تعلم مصنع الفرصه ما تعطيكش تعلم صح قداش عمره وسبت تره لخواتك ما تبغينا نحب نرولي بها سواقر عادي ندكوا في التسعين معايا تخرج كان خاسر من اللي بديت معلي الكوت الخدمه ماشي علم سطر ما ضربتش خفيفي مليان ما نقربعش شيخه نضربو نسكيفي ما ضربتش خفيفي مليان ما نقربعش شيخه نضربو نسكيفي حاضر باش نحضر في التيفي نتعدى في باساج ونفرقهم على ضيفي زعما شكون يحب يبيفي شكون ولد التسا اللي يحب يخرى لي في كيفي الجمله لا ما فمش كيفي خير مني زاد الصعيد تلقى برس الحريفي جمله تلقى خير مني كيفي جمله تلقى كيفي وصعيب زاد تلقى خير مني وبرا مشي اسم الحريفي اسمعني ريتو من الاربع بيران هذوما اللي كاسح الوليد ساعه حكين ورياك الدار حسيت انه من مدرسه امباير وراهي بالعكس لك الشرف انه اي انسان طاوة صغير مدرسه ما امباير مدرسه مدرسه انك مدرسه انك تكون سامع غادي اني متهني عليك يا اخي هو اللي هو لا مش صغير برشا الوليد هذه باهي بتاع 22 23 باهي لكن لهني برو راهو كي نقولوا من مدرسه امباير ولا يسمع الامباير ولا عنده ظن فما ظن واخذه من عند امباير راهو برو لهني شو اسمه طلع وقال اني فان بامباير اللي هو شو اسمه
ناس تشي ناس تشي برو ما نقطع ما هيش عيب لولاد هيش عيب يا اخويا نسمع لوين نحبوا الانسان هكا عنده ما يقول في روح ما نحبوش كشخص نحبه كموزيكا كرابور كامسي السلام عليكم لحظة لحظة وقت اللي تجي العبد حتى عمره 25 عام اليوم وتلقاها في موزيكا ولا غير موزيكا ويخدم في حاجة ومتأثر بعبد كيما امباير راهو أقدم منك مدرسة بالرسم ستو قال أني فان بيلي نحكي لك اللي تسمى أجد جديد تسمى جديد نيف يلي جديد نيف بالرسم راهو مدرسة كاملو مدرسة كاملو نسمة وحدي عين بحري وكان غرقت نولي قرش شي لبيلة ما توصلش الرابي تقول نعمل في مرشة مخسارة زهري بخلي واللي تشوفه انتي جست صعيب يصحلي حتك حد صحين مقلي أمور تبيخ موزيكا خاتيك تي مركش مستوي تك بس عس حلل استك بس عس يعني زيد في تطيب الموسيقى ماكش مبين في روحك شنتي تغصص كيف تشنتي جيل في مخو تعب مع الريحي ملوي فلتي تونس سبب في افكاري الشارده حتى من الخباز ولا يحب خبزه بارده ما لقيتش الرفرا وين يعني هذا هو تو رجع لك هذا يتعاود لا 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 الاخر لا كان سكيفي هذاك هو الرفرا تخفي المصباح فمش ما تخرج لي مارده ديما وجوها صباح مفيق حتى وهي نفرك في المصباح فماش ما تخرج لي مارد ماردة مش مارد والماردة لان تنجم تكون الماردة الماردة ماش في الماردة عاش حسيتها تلعب على زوز دونس سبب في افكاري الشاردة حتى من الخبز ولا يحب خبزة باردة نلتخ في المصباح فماش ما تخرج لي ماردة دي موجوة صباح مفيق حتى وهي كازدة حتى صباح مفيق وهي كازدة باي لوليت لحظة اخويا ميساج للعبيد الانسان هذا لا جي قال لي رياكتيلي ولا جي قال سيبورتيني ولا جي قال دز مع اخوك ولا جي قال بالله بارتاجيلي انسان يخدم على روحه يسعى يحل لايف تيك توك ويهبط في موزيكا كما تشوف انت بكوفر في اليوتيوب انسان عنده الامكانيات عرضني بالصدفه رياكتيت خويا ونعمل فيه اللي النجم اني خويا نسيبورتي ولا ندز ولا مش حتى سيبورتي نعطي في السيد في حقه خويا لنسيبورتي لا والو نعطي في السيد في حقه يستحق رياكت طوى ميساج للإنسان هو بيدو هذا يا أجي ميوزك برو الحاجة الأولى سمعتك في اللايف وسمعتك طوى لهني في التراك اللي مهبتو برو انت في اللايف مليان على الاخر وكي سمعتك في اللايف حسيتك خير من لهني بمعنى يعني البلاصة اللي تسجل فيها مع احترامي ليه لكن إمكانيات بسيطة واضح تسجيل بإمكانيات بسيطة يذي هشوف ايش اقولك حاجة لاني نجموش نحكيه على امكانيات التسجيل بتبيع على هناك تزيد تثر المشهديه لكن اللغه واضحه واصله تك تك في الاخر يقعد بومباب لا مش على هذا مش على هذا يعني مانيش نحكي على هذا على الكليب اللي قبل هذا دخلت وعملت فركيسه وعملت دوره في الشين الكليب اللي قبل هذا راهو قيمه البروديوسر راهي غير عاديه راهو يكمل 50% من الارتيست ونتفكروا كلايبي بي جي مع شو اسمه بورقيبة ولا بوغاتفا حاسيلو معناه فما عباد نجحت مع هي ليه فما خدمت مع عباد معينة راهو يكمل اشتر الواحد والفريستايل شو يقعد انت الوحيد اللي مسؤول طالون تاعك هكا وفي الفريستايل تقدم هكا علاش برشا عباد نحسها كي فريستايلي اكسح برشا من التراكات اللي هبطهم فهمت والانسان هذا مليان ما بين الفريستايل وما بين البروجي يعني اوفيسيال لحظة موزيكا لحظة تخدم اوفيسيال باه وسمعتك برو زاد ترابي ومن بعد عملت ريفران ريجي 700 عام ما سمعتش ريجي سيد يعامل ريفران ريجي محلاه على الاخر بالرسمي نستناك تهبطوا التراك اللي سمعته وذاك في اللايف اخدم على روحك ربي عينك باذن الله هو التراك باش تهبطوا باش رياكتيو عليه وراك مستقبل عندك حاجه بركه ركز على اليوتيوب اكثر من تيك توك واللايف خاطر كش تخدم موزيكا باش تسربي موزيكا للعبيت في اللايف لعبيت باش تتشبع منها نهار اللي باش تهبطها تنجم تلقاها هي قلقة منها ما نظنش اني كل يوم باش تحل لايف برو في التيك توك باش تسربي غني مختلف ايش اقول لك حاجه الوليد قال اصنع فرصه ونتصور اللي هو قاعد يخمم قاعد يصنع في فرصه وقاعد يتحرك يقوم الصباح يمرش حتى لو كان ما عنده حتى لو كان كاز يحل يقوم يحل لايف ويحكي مع العباد وما يخليهمش ينساو ويقول لهم اني موهبه ديماني موجود وذاك قاعد يصنع في فرصه في راسه شنو هي الفرصه اللي باش تخليني نظهر نذكرك بحاجه قبل ما نخرج للشارع كنت نحل لايف في تيك توك
سمعت كلامك انت وقت اللي قلت تيك توك راهو يوصل وركز مع تيك توك كنت حل وكانوا معايا 15 و16 و50 سنة سنة صنعت الفرصة سنة مادام قاعد يتحرك ويخدم في بدنه كما قالها هو كما قال هو ويصنع في فرصة راهو بادي من غادي كي ينطلق اما الحاجة خليني نحكي لك في التراك حاجة تفيد خير يا برو خير من الحكايات الفارغة اي حكايات فارغة وزبي حكايات فارغة الواحد بطلته انت التيك توك خاطر التيك توك يحرق أنا هكا شو حبيت نقول له يحرق طيب تفهمها لك إيه في نفس الوقت التيك توك منصة كبيرة للتسويق متاع باش تهبط منها فيروس من تراك معاك ما تهبطش تراك كامل هذاك شنو حبيت نقول لك باه كامل التراك لاحظت حاجة إنه من الأول فما بوش لاينوات برشا في أول التراك لكن بعتلي تدريجيا بدأت تنقص بوش لاينوات يعني نعرفها الحاجة هذه كلنا نكتب ونعرفها لعنات إنك تعاند باش تكتب فيه ساعه تكمل التراك راه باش يخليك تمشي من الاول اقوى وبعد تضعف والتراك انا اللي تعرفه قوي اللي يمشي من الاول حتى يبدا قوي من الاول لكن الثاني اقوى فهمت شنو اللي يمشي ويقوى مش يمشي ويطيح لان لاحظت الحاجه هذيك اللي يمشي ويطيح وفكر الاربع بيران فكر الاربع بيران اللي قلت لك حسيته من مدرسه الامباير فكان كيفي صحيت لاحظتها كيفي الطريقه نتاع الريم هكيك اللي كيفاش يريمي مش في التكنيكات مش في الكذا صياغه البيران نتاعو في التكنيك حاجه نتاعو هو ظاهره لكن الريم كيش انت سكيفي ايفي ايفي هذوك نحس لا سالولا نحسهم نتاع امباير وكيما قلت لك ما فيها حتى شيء اما لازمنا ديما نفهموا العباد للماكس ان راهي ما فيها شيء خاطر نتعاملوا مع ببليك صعيب ببليك تونسي اخويا ريسبكت كل الاحترام رقم التعب وفما بالرسمي راهو ببليك شانع حاسلوا الاولاد بوسعاده وبوسعاده كي العاده تستحق اي حاجه في غير الفلوس عمل علينا طلع في الانستغرام وقول لنا اخويا كمل كمل برو كمل واصنع قول لنا ايش رايك في الاكتشاف الجديد اللي جبناه لكم لا اكتشافي يعني باش يكون اقوى مع احترامي للسيد موهبه موهبه على اجي اجي ميوزك وطيشوا له كومنتيريت عنده به لحظه عاد خكم طيشوا له كومنتيريت عنده كالعاده والعويد استناوا التراكو الجديد اللي باش يهبط سعادوا بسعاده كالعاده تسحق حاجه غير الفلوس عملنا لنا طلع باي باي